السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الأساسي في حصة جديدة من حصص الرياضيات. درسنا لهذا اليوم يا أول بعنوان الجمع بالإكمال إلى العشرة. في الحصة السابقة يا أعزائي الأطفال أخذنا مكونات العدد عشرة وتعرفنا على الأعداد اللي ناتجهم يا أول عشرة: التسعة صديقتها الواحد، والثمانية صديقتها الاثنان، والسبعة صديقتها الثلاث، والستة صديقتها الأربعة، الخمسة صديقتها الخمسة، والعشرة صديقتها الصفر. إذن يا أول الأعداد لهم أصدقاء بيكملوا عددهم على العشرة، بيكون مجموعها هي وصديقتها عشرة. تسعة زائد واحد عشرة، ثمانية زائد اثنان عشرة، سبعة زائد ثلاث عشرة، ستة زائد أربعة عشرة، وخمسة زائد خمسة عشرة، عشرة زائد صفر يساوي عشرة. أحسنتم. الآن يا أول أتعلم اليوم أجمع عددين بالإكمال إلى العشرة. كيف يمكنني ترتيب الفراشات ليصبح جمعها سهلا؟ والآن انظر يا أول، في المجموعة الأولى يوجد ثمانية فراشات، وفي المجموعة الثانية يوجد ست فراشات. كيف يمكنني ترتيب الفراشات؟ بدي أرتب الفراشات يا أول ليصبح جمعها أسهل. لنرى، الآن يوجد معي ثمانية فراشات. الثمانية من صديقتها من الأعداد ليصبح ناتجها عشرة؟ صديقتها العدد اثنان. أحسنتم. إذن الثمانية تحتاج إلى اثنان، يعني إلى فراشتان. بدنا نأخذ الفراشتين يا أول، بدنا نحطهم مع هاي المجموعة. فإذن الثمانية مع الاثنان أصبحت عشرة، زائد أنا عندي ستة. طيب أخذنا من الستة اثنان للثمانية لتصبح عشرة، كم بقي لدينا في المجموعة الثانية؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، بقي لدينا أربعة. أحسنتم. عشرة زائد أربعة كم يساوي يا أول؟ عشرة زائد أربعة يساوي أربعة عشر. أحسنتم. عشرة زائد أربعة يساوي أربعة عشر. رائع يا أبطال. والآن أتعلم أستعمل طريقة الإكمال إلى العشرة عندما يكون ناتج الجمع أكبر من عشرة. الآن يا أول انظر، لدينا سبع قطع خضراء وأربع قطع حمراء. سبعة زائد أربعة، من صديقة السبعة لتصبح الناتج عشرة؟ من هي صديقة السبعة؟ العدد ثلاث. أحسنتم. إذن صديقة السبعة العدد ثلاث، إذن سبعة زائد ثلاث يساوي عشرة، زائد الأربعة أخذنا منها ثلاث، كم بقي لدينا يا أول؟ واحد. أحسنتم. عشرة زائد واحد يساوي أحد عشر. أنتم فعلا رائعون. أحسنتم. إذن هذا هو التمثيل البياني للصورة. يوجد لدينا سبع مكعبات باللون الأخضر، السبعة تحتاج إلى ثلاث ليصبح الناتج عشرة. عشرة كم بقي من الأربعة؟ واحد. عشرة زائد واحد يساوي أحد عشر. أحسنتم. الآن يا أول، كيف أجد ناتج جمع ستة زائد سبعة مستعملا الإكمال إلى العشرة؟ ستة زائد سبعة يساوي، من العدد الأكبر؟ العدد سبعة هو العدد الأكبر. ومن هي صديقة السبعة ليصبح الناتج عشرة؟ صديقتها العدد ثلاث. أحسنتم. إذن سبعة زائد ثلاث يساوي عشرة، زائد
كم أخذنا من الستة يا أول؟ أخذنا من الستة 1 2 وبقي لدينا 3 عفوا وبقي لدينا 3 بقي لدينا 3 إذن 10 + 3 يساوي كم 10 + 3 يا أول؟ الناتج 13. أحسنتم، رائع يا أول. والآن هيا يا عزيزي افتح دوسية الرياضيات درس الجمع بالإكمال إلى 10. والآن انظر يا صغيري إلى هذه المجموعة. تتكون المجموعة الأولى من 8 أشكال، من 8 وجوه، والمجموعة الثانية تحوي على 6 وجوه. 8 + 8 + 6 يساوي 8. من صديقتها ليصبح الناتج 10؟ صديقتها 2. إذن 8 + 2 يساوي 10، زائد أخذنا 2 أول من 6، فأصبحت 6 يا أول 4. 10 + 4 يساوي 14. أحسنتم. وفي المجموعة الثانية يا أول، المثال الثاني، يوجد لدينا 9 قطع، زائد 4. 9 + 4، 9. من صديقتها ليصبح ناتجها 10؟ 9 + 1. أحسنتم، إذن +1. إذن يا أول، 9 أصبحت 10. أخذنا 1 من 4، فالأربعة أخذنا منها 1. كم بقي لدينا يا أول؟ 3. 10 + 3 يساوي 13. 10 + 3 يساوي 13. والآن لنكمل على كتاب الطالب. أتحقق من فهمي، أجد ناتج الجمع بالإكمال إلى 10. المسألة الأولى، يوجد لدينا في المجموعة الأولى 1 2 3 4 5 6 7 8. يوجد لدينا 8 أقلام لونها أزرق و5 أقلام باللون الأحمر. الآن من صديقة 8؟ من صديقة 8؟ 2. 8 + 2 10. أخذنا 2 من 5 ضفناها للثمانية، فأصبحت 8 10. الآن 5 أخذنا منها 2، أصبحت المسألة 10 + 3 أخذنا من 5 2، فأصبحت المسألة 10 + 3 يساوي 10 + 3 يا أول 13. بدنا نحط 10 في عقلنا، 10 11 12 13. أحسنتم. الآن انتقل إلى المسألة الثانية، 6 + 5. 6 + 5، من العدد الأكبر يا أول؟ العدد الأكبر هو العدد 6. من صديقة 6؟ من العدد صديق 6؟ العدد 4. العدد 4. إذن العدد المتم للعدد 6 ليصبح الناتج 10 هو العدد 4. إذن أصبحت 6 10. طيب العدد الثاني 5، أخذنا من 5 4، 1 2 3 4، بقي لدينا 1. بقي لدينا يا أول 1. إذن 10 + 1 يساوي 10 بعقلنا، 10 11. أحسنتم، 11. رائع رائع يا أول. والآن انتقل إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة يا أول، 9 + 3 يساوي، العدد الأكبر هو العدد 9. إلى كم تحتاج 9 ليصبح الناتج 10؟ تحتاج إلى
واحد. إذا صديقة التسعة العدد واحد، تسعة زائد واحد يساوي عشرة. أخذنا الواحد من العدد خمسة، خمسة ناقص واحد كم يساوي يا أول؟ أربعة. إذن الباقي أربعة، عشرة زائد أربعة الناتج 14. أحسنتم، عشرة في عقلي عشرة، 11، 12، 13، 14. أحسنتم. والآن المسألة الرابعة، خمسة زائد ثمانية يساوي، من العدد الأكبر؟ العدد ثمانية. الثمانية من صديقتها ليصبح الناتج عشرة؟ صديقتها العدد اثنان. ثمانية زائد اثنان عشرة. أخذنا الاثنان من الخمسة، أخذنا اثنان من الخمسة، واحد اثنان. كم بقي لدينا يا أول؟ ثلاث. كم بقي لدينا؟ ثلاث. أحسنتم، عشرة زائد ثلاث عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. إذن الناتج ثلاثة عشر. أحسنتم. والآن انظر، ثمانية زائد ستة كم يساوي؟ من العدد الأكبر؟ العدد ثمانية هو العدد الأكبر. من صديقة الثمانية ليصبح الناتج عشرة؟ العدد اثنان. ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة. أخذنا الاثنان يا أول من الستة، بدنا نشيل منها اثنان. كم بقي لدينا يا أول؟ بدنا نشيل من الستة اثنان. كم بقي لدينا؟ أربعة. إذن بقي لدينا يا أول أربعة. عشرة زائد أربعة كم يساوي؟ عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. الناتج هو 14. أحسنتم يا صغاري. والآن أكتشف الخطأ ثم أصححه، ما الخطأ في حل ميسون؟ لدى ميسون مسألة، 9 زائد 6 يساوي 10 زائد 6 ويساوي 16. أين الخطأ؟ هيا نكتشف. 9 زائد 6. الآن من هي صديقة التسعة ليصبح الناتج 10؟ العدد واحد. إذن عشرة زائد ستة، أخذنا منها واحد، بقي لدينا خمسة. إذن الخطأ يا أول إنه ميسون ما أخذت الواحد من الستة، ميسون ما أخذت الواحد من الستة لتكمل العد إلى العشرة. عشرة زائد خمسة يساوي خمسة عشر. إذن الناتج خمسة عشر. ميسون لم تأخذ الواحد المتمم للتسعة لتصبح عشر. الآن يا صغيري مطلوب منك تحل تمارين الدوسية وإرسالها إلى المعلمة. الآن يا أول، كتاب تمارين الطالب صفحة رقم 18، صفحة 18. الأمثلة اللي مطروحة بالأول يا أول هي سهلة جدا، أجد ناتج الجمع بالإكمال إلى العشرة، سهل كثير. الآن يا أول بدنا ننتقل إلى التمرين الثاني، أكتب العدد المناسب في الفراغ. أكتب العدد المناسب، العدد 13. العدد 13 من مكونات العدد 13 العدد 10. إلى كم تحتاج العشرة لتصبح 13؟ 10، 11، 12، 13. إذن تحتاج العشرة إلى 3 ليصبح الناتج 13. والآن 17، إلى كم تحتاج 17 ليصبح إلى كم تحتاج العشرة ليصبح الناتج 17؟ تحتاج إلى 10، أكمل العد، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. إذن العشرة تحتاج إلى 7 ليصبح الناتج 17. المطلوب يا أول حل مسألتين إضافيتين يا أول، العدد 16، 10 زائد كم يعطيني 16؟ والمسألة الثانية يا أول، 12، 10 زائد
كم يساوي 12؟ الآن قرأ بسام 7 سور من القرآن الكريم في الأسبوع الأول و8 سور في الأسبوع الثاني. كم سورة قرأ بسام في الأسبوعين؟ في الأسبوع الأول بسام قرأ 7 سور، وفي الأسبوع الثاني قرأ 8 سور. إذن 7 + 8. من العدد الأكبر يا أول؟ العدد 8. من صديقة 8 ليصبح الناتج 10؟ العدد 2. يعني بدنا نأخذ 2 يا أول من العدد 7. إذن 8 + 2 أصبحت 10. 10 + 7 بدنا نأخذ منها 2. الباقي يا أول الباقي 5. الباقي 5. 10 + 5 يساوي 15. لهون يا أول بنكون أنهينا تمارين الكتاب وتمارين كتاب الطالب. يعطيكم ألف عافية، وأتمنى منكم إرسال الواجبات على الخاص.